استقبلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط السفير السعودي لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، ذلك لبحث سبل تدعيم العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين. وأكدت المشاط تطلع مصر لتطوير أطر التعاون ما بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على تطوير البيئة الاستثمارية وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يزيد من حجم الاستثمارات، حيث يعد تمكين القطاع الخاص دافعا نحو تحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات، كما أنه يعزز خلق فرص العمل. أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا مساس بالسكر التموني المطروح على البطاقات التموينية ولا مساس بالحصة التموينية المقررة لكل فرد على البطاقة التموينية. في بيان لها أوضحت الوزارة أن هناك وفرة وإتاحة وزيادة للمعروض من السلع الأساسية في كافة المنافذ التي تشمل ما يتم طرحه من سلع أساسية في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيات وبقالات التموين، وهو ما يقرب من 40,000 منفذ على مستوى الجمهورية. هذا وأشارت الوزارة إلى استمرار طرح كافة الاحتياجات المطلوبة على البطاقات للمواطنين البالغ عددهم 62 مليون مستفيد من منظومة السلع التموينية بما يقرب من 100,000 طن شهريا، تشمل السكر التمويني والحر على البطاقات التموينية وكذلك الحر بالمجمعات الاستهلاكية. أعلنت وزارة العمل أن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة منذ تأسيسه في العام 2003 وحتى يونيو 2024 بلغ 236 مليون جنيه على منظومة التدريب والتأهيل. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير العمل محمد جبران بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة بعض الملفات التي تخص الصندوق ونشاطه. وأكد جبران أهمية قيام الصندوق باستكمال عملية تطوير مراكز التدريب، وأوضح أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة في الجمهورية الجديدة. عقد وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمي اجتماعا مع ممثلي شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية. يأتي اللقاء في إطار توجه الدولة لدعم وتعميق الصناعة الوطنية، منها صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة آليات وفرص التعاون الممكنة في مجال صناعة السيارات، وأيضا بحث كيفية تعزيز العمل المشترك. أشاد وزير الزراعة علاء فاروق بالجهود التي يبذلها علماء مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء التي ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجيتها. وأشار وزير الزراعة خلال كلمته في المنتدى الثقافي العلمي الأول لمركز البحوث الزراعية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للتكيف مع التغيرات المناخية وأيضا الحد من آثارها السلبية على الإنتاج الزراعي. وأضاف أن الوزارة وضعت في صلب أولوياتها العمل على مواجهة هذه التحديات واتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف من آثار التغيرات المناخية. بحث وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي مع وفد شركة شيفرون العالمية خطط عمل الشركة في مصر. ناقش اللقاء سبل الإسراع بالإنشاء والأنشطة وبرامج الحفر في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط، في مقدمتها منطقة نرجس بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية الشريك مع شيفرون المشغل الرئيسي للمنطقة. كما التقى بدوي مع غريغ ماكدانيال رئيس شركة أباتشي في مصر، أكد أن أولويات الحكومة في زيادة الإنتاج من الثروة البترولية يواكبها العمل على زيادة الثقة في المناخ الاستثماري في مصر وجذب استثمارات جديدة.
الشديد نهاية هذه النافذة الاقتصادية. عودة مجددا إلى سارة ومصطفى، فإليكما. شكرا لك رجاء رمزي.